ما الذي يتأكد على طالب العلم بالخصوص في شهر رمضان؟ ونقول إن طالب العلم في شهر رمضان بالخصوص يجب عليه أمور. الأمر الأول أن يعنى بالتفقه بأحكام الصوم، فإن أحكام الصوم مما يخفى على المرء بيانها في بعض المسائل الجزئية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض أحكامها تنسى، ولذلك لا بد فيه من تكرار ولا بد فيه من إعادة. وما زال دأب أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا دخلت المواسم يقرؤون ويبحثون في المواضيع المتعلقة بتلك المواسم، كمواسم رمضان والحج وغير ذلك والأعياد وغيرها، إذ المرء ربما ينسى بعض الأحكام، فيتذكر المسلم وطالب العلم بالخصوص هذه الأمور بتعلمها وتذكرها والجلوس في حلقات العلم لاستحضارها ومراجعتها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن طالب العلم مأمور بتعليم الناس وتبيين السنة لهم وتوضيح المحجة في عباداتهم كلها، والمرء ليعلم أن من أعظم الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن يدل الناس على الخير، أن يدل الناس على الخير، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو رجل غدا عالما أو متعلما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالمرء من أفضل القربات عند الله عز وجل أن يعلم الناس الخير وأن يدلهم على أحكام الأعمال على طريقة سوية وطريق مستقيم، لكن مع الحذر أن لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بما يعلم، وأن لا يتجرأ وأن لا يتسور على أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى شيئا لم يعلمه. وقد جاء أن الشعبي الإمام الجليل رحمه الله تعالى جاءه رجل فحدثه بحديث مسند إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه أنه قال، أعني عبد الله بن مسعود، قال: إن المرأة إذا أجاب عن كل ما سئل فإنه مجنون. فسكت الشعبي رحمه الله تعالى قليلا ثم قال: ليتنا علمنا بهذا الحديث منذ زمن لكنا تركنا الإجابة عن كثير مما سئلنا عنه. إذا كان أئمة المسلمين وأعلامهم كعامر بن شرحبيل الشعبي المذكور آنفا ندم على أنه أجاب في بعض ما سئل عنه، فما ظنك ببعض الناس الذين يتسورون على العلم ويقفزون عليه ويتكلمون في عظائم الأمور قبل صغارها؟